معكم شاكر اللغداس، حاجز على شواهد مختلفة في الميدان الرياضي وبالخصوص في كرة القدم. في كرة القدم حاجز على شواهد معترف بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك كمعد بدني، ومنها شواهد عالمية في الميدان، في ميدان التغذية، وكذلك في ميدان الفيتنس. أنا الحمد لله يعني ولد الفريق وابن المدينة، يعني اشتغلت مع الفريق لعدة سنين، يعني عارف شنو واقع في الفريق وعارف شنو محتاج فيه. فيعني بالنسبة لي أنا الفريق محتاج إلى تغيير، أو محتاج إلى أشخاص مؤهلين في الميدان الرياضي وفي الميدان الكروي بالعموم. يعني لابد، احنا شفنا دابا هاد الثلاث سنوات الأخيرة يعني بأن الفريق يعني يعاني، وحنا نعرف الآن بأن الفريق يعاني من جميع الجبهات، من جميع الجبهات. اليوم جبت باش نعطي نقط مهمة لتحسين وضعية الفريق. أولا، المشروع المتكامل الذي هو بين يدي، إن شاء الله لو الفريق أو لو المكتب المسير يريد التطلع عليه، يعني بغى يشوفه وبغى يخدم به، أنا ما عندي حتى شي مشكل، نعاونه في هذا الاتجاه. هذا أنا كنظن شي ناس غادي يقولوا تغيير، تغيير 360 درجة. والمشكل الآن لما كنسمعوا يعني الجمهور وكنسمعوا الرأي العام، خصنا نوقفوا مع الفريق. أوكي، أنا مستعد نوقف مع الفريق، ومستعد كذلك حتى الفكرة يجيو الناس آخرين اللي هما باغيين يترشحوا للرئاسة، مرحبا بهم. فالمشروع اليوم للجميع، المشروع ديال الجميع اليوم أو الأهداف ديال الجميع اليوم، هو الفريق خصو يكون في وضعية مستقرة. باش يكون مستقرة خص لابد يكون هناك يعني تعاون بين أفراد أو بين شخصيات أو بين أشخاص يعني مؤهلين في هذا الميدان. فعلى المكتب ينفتح ويجيب الناس اللي هما مستعدين يعاونوا الفريق ومستعدين يوقفوا مع الفريق في هذه الأزمة، هذه في هذه الظروف هذه بالذات. المشروع المتكامل خاص يكون عنده واحد نطاق، واحد المصداقية باش يتخدم. والمشكل الا ما عندكش الناس باش تخدم هذا المشروع، راه ما يمكنش يعني يتطبق. واخا يكون عندك المشروع بين يديك ولا يكون عندك الفلوس بين يديك، راه خاص المشروع، خاص الناس اللي هما مؤهلين لتدبير امور هذا المشروع وتطبيقه بطريقة احترافية وبطريقة دقيقة. يعني المشروع يقدر يكون على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، لكن باش تبدا المشروع على المدى البعيد لابد خصك تبدا بالبداية، والبداية هي تغيير قواعد المكتب، أو يجيو الناس جداد، الناس اللي هم مؤهلين لتسيير وتدبير أمور الفريق. فعلا انا لما كنت طالب الرئاسه لابد غيكون عندك ضمانات، منها اولا المشروع المدروس يعني بطريقه احترافيه، كما كنقولوا ان بروجي سور ميزور، واحد المشروع اللي هو تم رسمه او تم ترميمه او تم يعني وجدته بواحد الطريقه اللي هي دقيقه على حسب السنين وعلى حسب معرفتي للنادي على حسب يعني الأجواء المحيطة به. فالمشروع إلى جينا نهضروا بواحد الفكرة يعني مدققة، لأن كل يعني منظومة وعندها يعني عندها تفسير ديالها. إلى غادي ناخذ واحد المثال، نشوفوا الإدارة أولا، ثانيا نشوفوا المكتب. هي أولا خصنا نشوفوا المكتب المسير هو الأول، إلا جينا نشوفو درجة بدرجة
المكتب المسير، طبيعة الحال المنخرطين، من بعد عندك الإدارة، من بعد عندك المكتب التقني أو الإدارة التقنية، من بعد عندك يعني الإعلام، من بعد عندك التسويق، من بعد عندك يعني المؤهد، يعني التكوين والفكرة ديال التكوين والمدرسة باش الإنسان يوجد في المستقبل على المدى، المدرسة التكوين ديالها كتكون ديما على المدى المتوسط والبعيد. باش المشكل، باش اليوم نخرجوا الفريق من هذه الأزمة، خاص لابد وجود يعني ميزانية مهمة باش تكون في الميزانية في صندوق الفريق باش يتحرك، لأن بهذه الطريقة اللي غادي نبقاو ماشيين حاليا فالمشكل غيبقى ديما الفريق عنده عجز مادي في الصندوق ديالو. فلا بد حاليا باش الفريق بكل صراحة باش يقدر يخرج من المشاكل اللي فيها حاليا، لا بد خص الميزانية تكون عنده ديال 2 مليار سنتيم على الأقل لضمان نوع ما من الاستمرارية. اليوم المشكل الكبير هو أن أي مستثمر أو أي مستشهر اللي غيجي باش يضخ هذا المبلغ في الصندوق لابد من ضمانات، والضمانات المشكل حاليا المكتب المسير ما عنده حتى ضمانات، ما عنده حتى شي ضمانات وما عنده حتى مشروع اللي غيقنع بهم هاد المستشارين. أما المستثمر، المستثمر هذا موضوع آخر، المستثمر له ضمانات وله ينتظر أرباح مورا هذا الاستثمار. فنشوفوا الوضعية حاليا اللي فيها، اللي يمر بها المغرب واللي يمر بها العالم حاليا، فجل المستثمرين أو المستشهرين كيرجعوا للور، ما كيبغيوش يزيدوا القدام. علاش؟ لأن الحالي حاليا ما كاينش هناك واحد النوع ديال ديفلوبمون، ما كاينش واحد النوع ديال يعني واحد التقدم في المجال الاقتصادي. وعاد نزيدوا عليه المشكل ديال الفريق اللي تيعاني وتتخبط جميع المشاكل، لان حتى شي مستشهر ما كيبغي يدخل مع شي فرقه اللي هي عندها مشاكل الا المستشهرين اللي تيكونوا تيتعاطفوا مع الفريق، وحتى من واحد المقدار اللي تيكون يعني محترم ويعني كمساعده. فالفريق اليوم خاصو لابد دراسه مع بهذا المشروع اللي عندي، خاص لابد يتطبق واحد الطريقه احترافيه، وكل كما قلت قبيله كل منظمه عندها واحد النوع ديال التسلسل باش يعرف المشروع كيفاش خصو يتمشى، وخصو الناس اللي غيمشيوه، لان ما يمكنش هالمشروع هو غادي تعطلك في يدك ولكن الا ما عندكش الناس اللي غيخدموه واللي غادي يكونوا كيعرفوا في الدومين، كل واحد الاختصاصي ديالو في الدومين ديالو. هذه باش نكونوا واضحين، راه ما يمكنش الرئيس ولا نائب الرئيس هما اللي غيطبقوا داك المشروع، ابدا ابدا ابدا. يعني لابد خاصك تكون عندك هناك درايه، وعاد المستشهر او المستثمر اللي كتقدم له المشروع خاصك تشرحها له بواحد الطريقه اللي غيفهمها، واللي خصو هو اللي كينتظر منك من باش هو يزعم باش انفيستي ويستثمر معك في هذا المشروع. طبيعه الحال الى جينا نشوفوا المستشهرين اللي عندي اليوم معايا وباقي الان كيساندوني، انا كنت هضرت عليهم في ذاك الوقت. يعني اولا حنا كنعرفوا بان هناك الكثير، ولكن في الظرفيه الحاليه خص لابد يعني باش تجدد معاهم هذا العقد او تجدد معاهم هذا الحوار، خاص تكون عندك واحد البوزيسيونمون ديال يعني في المكتب، وعندك كتاخذ قرارات داخل المكتب. فطبيعة الحال انا عندي الناس ديالي وهما مستعدين في حاله ما، طبيعة الحال الا كنت غادي نترشح للرئاسه او عندي واحد النسبه يعني اللي غتوفر ليا باش تضمن لي يعني تسير الامور، هما يعني واخا ما تكونش رئيس، يعني ماشي المهم تكون رئيس، ولكن على الاقل يكون عندك واحد الدور مهم فعال وعنده مصداقيه داخل المكتب. لان الناس اللي غادي انفيستيو معاك ماشي غادي انفيستي معاك
بمليون ولا بعشرات المليون. يعني هما خصهم ضمانات، ضمانه تكون مستقره، وضمانات عندهم واحد الضمانه اللي كتسمى ضمانه، كتسمى يعني الحاجه اللي هي غتعطيهم واحد النوع ديال الافاده او اللي غيستافدوا منها على حسب المده المعينه. لان كاين الناس اللي هما مستشهرين كانوا دخلوا مع الفريق السنين السابقه، ولكن المكتب المسير ما وافاش بالعهود ديالو، وداكشي مشاو فحالهم وما بقاوش عندهم ثقة في المكتب، وما بقاش عندهم ثقة في الفريق. الآن فعلا لو ترشحت كرئيس وتقبلت كرئيس من طرف المنتخبون، يعني من طرف المنخرطين، هناك يعني فقط يكون تغيير في المكتب وتغيير أو توفير أشخاص مؤهلين في الإدارة أو في المكتب. أما المنخرطين من حقهم يعني خاصنا نحسنوا لهم عاود حتى هما الظروف ديالهم والظروف ديال الأجواء اللي تعيشها المنخرط، باش يكون عنده هناك واحد الوزن، واحد النوع ديال المصداقية. حاليا اللي كنشوفوا باش نكونوا واضحين، بعض المنخرطين يعني صراحة يعني ما كيلعبوا حتى دور، وهذا يؤسفني كثيرا، لان الدليل على ذلك وهو الجمع العام الاخير اللي عملناه، وني منا الصداع وين يعني هناك واحد النوع ديال خصنا نعرفوا الحقيقه، والناس عارفين بان المنخرطين كاملين. بعد اول المنخرطين احنا كنا يعني اللي هما في الليسته كاينين غير 54، وداخل الجمع العام كان اكثر من 150 واحد. يعني هذا بعد اولا كاين واحد النوع ديال كاينش واحد النوع ديال المصداقيه، اي واحد كيدخل كيبدا يهضر تما، يعني ما كاينش واحد النوع ديال النظام، كاينش واحد النوع ديال قواعد اللي هي خصها تكون باش الفرقه تكون عندها واحد النوع ديال الانضباط، واحد النوع ديال المصداقيه، واحد النوع ديال واحد الاراء اللي هما غادي يعطيو واحد الفكره في المستقبل. يعني صراحه انا يعني كنت متاسف، وكنتاسف بزاف، وكان يعني على داكشي اللي وقع. علاش؟ لان الناس يعني على برا كيقولوا الهضره، ومين كيدخلوا لداخل الجامع العام باش الانسان يعبر على شنو عنده مشاكل اللي كيدور فيها الفريق، ولكن ذاك النهار حتى واحد ما هضر. الان باش الناس تعرف باني فعلا انا يعني حطيت واحد الشكايه في المحكمه، وحطيت شكايه في الجامعه بان الفريق يعني كيقوم بواحد مع عدم احترام بعض القوانين، وطلبت المحاسبه، حتى المحاسبه طلبتها، لان ما يمكنش هذه الاموال الطائله اللي دخلت في الفريق وكتصرف بواحد الطريقه عشوائيه بدون محاسب، بدون يعني واحد النوع الشفافيه. هذا من جهه. الان احنا دابا كما قلت، احنا الانسان مزيان يعرف شنو كاين، لان الجمهور من حقه، لان هذا من العام، والجمهور والراي العام من حقه يعرف هاد الفلوس هادو فين كيمشيو، فين كيتصرفوا، كيفاش كيتصرفوا، من حقهم. ماشي يقول لك لا ما عندوش الحق يفهم. الجمعيه نهار اللي تكون شركه، نهار اللي غتولي شركه، من حقك ديك الساعه ما تبينش الارقام، ولكن ما حد هي جمعيه، ما حد الفلوس ديال 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 الدوله، راه من حق اي واحد، اي مواطن من حقه يعرف هاد الفلوس هادو فين كيفاش كيتصرفوا وعلى من تصرفوا. من ناحيه ديال المسائل اللي هي قانونيه، خاص اولا المكتب يحترم القوانين الداخليه للمؤسسه، عاد يجي يتحاسب معايا انا، خاصو اولا يحترم. الا احترم داكشي هذاك، من حقي انا ديك الساعه كنحترم القوانين. انا حاليا كنحترم القوانين، فداك الشيء انا طالبت بتطبيق القوانين. الان يعني وصلت لواحد واحد الفكره، وان يعني ماشي من الهدف ديالي بقديمة انا هو اللي في العيب. دابا انا حاليا انا هو اللي في العيب. علاش؟ لان انا هضرت على الحق. يعني من هضرت على الحق باش طالبت خصنا توضيحات في هذه المشاكل هذه اللي واقع في الفريق، وليت غير مرغوب فيه. يعني انا وليت العدو اللدود للفرقه، وانا بالحق ابدا ابدا نبغي الفرقه ديالي يوقعوا لها مشاكل. فهذاك
مسائل ديال الفلوس هذا انا عاودتها وعاودتها، هذيك الفلوس كاملين انا مستعد نستثمرهم في الفريق، ولكن غنستثمرهم في فريق فيه تكون في يد امنه. خصني علاش انا كنطالب بالشفافيه؟ باش نعرفوا حنا كمستشهرين او مستثمرين او كمنخرطين اللي بغى يعاون الفريق راه خصو يعرف فين كيتحطوا هاد الفلوس هذا. ولكن الى المكتب المسير ما كيحترمش القوانين، ما كيحترمش يعني حتى المنخرطين اللي معاه، كيفاش بغيتي تثق في هاد الناس هادو غادي تمشي تجيب الناس باش تحطي تعاون به الفريق باش تحشم راسك مع الناس؟ لا، وهذه وقعت وقعت. فالانسان اليوم حنا كنطالبوا بالتغيير، التغيير الجذري. مرحبا باي شخص اخر مستعد يعاون الفريق ومستعد يوقف مع الفريق. السي عطار اللي خرج مؤخرا في التصريحات ديالو، انا نساندو، انا كان واخا يعني طالب الترشيح للرئاسه نساندو، مرحبا به، انا مصاب يكونوا 4 5 كاع، علاش فين هو المشكل عندي انايا؟ انا كون عاوده وكنقولها، انا النهار اللي ترشحت للرئاسه وطلبت الترشيح للرئاسه، حيت ما كيقولوا ما كاين حتى شي واحد. دابا الحمد لله جا واحد السيد اخر تيطالب حتى هو بالترشيح ديالو، ويمشي درجه بدرجه، وشنو هو المشكل نتعاونوا مع بعضياتنا ونديروا يد في اليد باش نزيدوا لقدام؟ يعني هذا هو الهدف، باش يكونوا الناس يتحدوا على هذا الفريق، يتجمعوا معاه ويجيبوا الناس اللي هما مؤهلين في كل جميع الميادين، ونجيبوا الناس اللي هما اختصاصيين في الميدان باش الامور تمشي مزيان وتمشي صحيحه وتمشي بطريقه بقواعد وبمصداقيه. لان يعني هذا الفريق المدينه، وهذا الفريق المدينه الا كنا كنغيروا عليه راه فاش كنهضروا؟ علاش انا كنهضر؟ حيت عندي طبيعه الحل اولا النفس والغيره على الفريق لانه كلاعب سابق، ثانيا يعني انا خدمت في هذا الفريق هذا وعارف المشاكل اللي كيدور به، ثالثا انا ولد المدينه يعني ما نرضاش عاود الفريق ديالنا يطيح في هذا المستوى ونولي اضحوكه في العالم العربي وحتى في العالم دابا، يعني بلا ما ندخلوا في التفاصيل، ولكن انا كنظن اليوم خصنا نتحدوا كاملين باش نطالبوا بالتغيير ونطالبوا يجيو الناس يعني اللي غادي يعاونوا الفريق، لا من الناحيه الماديه ولا المعنويه ولا من ناحيه يعني التاهيل داخل المكتب او داخل الاداره او داخل المكتب التقني. باش ما نطولش، انا نتمنى الاصدقاء ديالي اللي هما الطاقم التقني، الحمد لله هذوك اصدقاء ديالي، وحتى لو قلت شي حاجه راه كنقولها في مصلحه الفريق، وانا من هذا المنبر كنتمنى لهم النجاح ونتمنى لهم التوفيق، ونتمناو من دابا الفوق نديروا اليد في اليد باش نلقاو حلول. الحلول كاينه، ولكن لابد من المكتب ان يفتح الباب، ماشي يشد عليك الباب ويقول لك ولا حنا الباب مفتوحين غير اجيو ولا صيفطوا لنا غير الفلوس. مايمكنش، باش نكونوا واضحين، راه اي واحد غادي يجيب الفلوس ديالو الا خصو يكون عنده ضمانات ويكون هو واقف على فلوسه، وهذه حاجه طبيعيه. الحاجه اللي كنلاحظوا هي الصحافه المحليه ما كايناش، غائبه. يعني الصحافه هذه اللي في تطوان ما كنشوفوش يعني كتطرق هذه المواضيع اللي كيعيشها الفريق، لا من ناحيه الماديه ولا من ناحيه التسيير ولا من ناحيه المنخرطين. يعني الصحافه في سبات عميق، وهذا غير معقول. فأين هي الصحافة؟ فأين هو الإعلام؟ وهذا يعني مشكل. حتى اضطرت يعني الإعلام ديال الصفحات بحال الفيسبوك الانستغرام، يعني هادو هما اللي بداو كيهضروا باش على وعسى تحرك شي حاجة في هاد المدينة هادي. كنشكر الصفحة سبور 7 على المجهودات والمعلومات اللي كتقوم بها، وكنتمنى لها النجاح والتوفيق في المسيره ديالها ان شاء الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لفريقنا في المستقبل. نتمنى يكون هناك واحد النوع ديال الشفافيه والمصداقيه باش الجمهور يكون مبني على، حتى الجمهور يكون مبني ومي كيعطي الراي ديالو يكون مبني على واحد النوع ديال الحقائق باش هو يعطي رأي ديالو في الصواب ويكون صحيح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.